اللهم أصلح نساء المسلمين الحاضرات خاصة والغائبات عامة، اللهم اجعلهن قرة عين لمن يرجوهن، واحفظ عليهن حجابهن وسترهن وإيمانهن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من حضرت صلاتنا وشهدت دعاءنا والتزمت بحجابها وأطاعت ربها فزد إيمانها ونور قلبها وثبت حجتها وارزقها ما تتمنى واجعل الفردوس الأعلى مثواها. اللهم كفر عنها السيئات وأعظم لها الدرجات واجعلها من الحور في الجنات يا رب الأرض والسماوات. اللهم ومن لم تلتزم بحجابها وعصت ربها اللهم فاهد قلبها وتب عليها وردها إلى صوابها وحبب لها الإيمان وزينه في قلبها. اللهم من لم ترد هدايتها فاصرف عن المسلمين شرها برحمتك يا أرحم الراحمين.